عندناش اليات ديال القياس باش نقيسوا بكل موضوعيه، باش نقيسوا مثلا واش غادي يكون تاثير ايجابي ولا تاثير سلبي، ولكن حنا كنقيسوا انطلاقا من القراءات ديال مختلف الفاعلين. هو بخصوص هذا القانون فتحنا فيه حنا نقاش سابقا في الشبيبه في اطار الحمله الوطنيه 15، واحد العديد من الانشطه خصصت لهذا الموضوع هذا، يعني سبقنا هذا الامر هذا وكنا نناقشه داخليا، وحاليا عاوتاني عندنا نقاش داخلي حاليا، يعني في هذه الايام هذه عندنا نقاش داخلي ايضا حقيقي في هذا الموضوع. طبيعه الحال كيف ما تابعتوا ما كاينش واحد الموقف رسمي ولا بيان رسمي ديال الشبيبه تعبر فيه عن موقف معين، ولكن ربما يقدر يكون هناك واحد الموقف اللي تقدر تصرفوا الشبيبه بطريقه او باخرى اذا غطريتو حتى في الايام المقبله. لكن ما قلت لك حنا داخل المؤسسات نحن في نقاش الان نناقش يعني جميع الحيثيات ديال هذا الموضوع. سي حسام خاصه وانا اليوم طلعت واخا نديروا شويه السياسه، طلعت اليوم على جريده العالم كان لها موقف واضح من مشروع القانون الاطار في الصفحه ديالها الاولى. ربما يمكن نغروا الراي العام بخصوص الموقف، اذا كان شي موقف اخر ديال الشبيبه الاستقلاليه. هو الامور اللي غادي بها هي فيما يخص حزب الاستقلال، طبيعه الحال الكل كيعرف انه تحفظ على هذا القانون هذا، بالرغم ما نرجعوا عاوتاني لمواقف الحزب منذ بدايه هذا المشروع هذا، فهي كلها كتنصب على ضروره التركيز على تعليم اللغات الوطنيه واللغتين الرسميتين للبلاد اللي هي اللغه العربيه والامازيغيه، كمثلها مثل باقي المجموعه ديال الاحزاب من بينهم العداله والتنميه. منظمه الشبيبه الاستقلاليه هناك واحد التوجه ربما اول مره كنعلن عليها، كيتكلم على انه ضروره او وجوب عقد واحد مؤتمر مجلس وطني استثنائي بالنسبه للحزب لاجل تدارس هذه الاشكاليه هذه، لان الحزب في واحد الوقت من الاوقات كينادي بضروره تدريس المواد العلميه باللغتين العربيه والامازيغيه. بالتالي حنا كنتفاجئوا بانه هذا المشروع هذا كيتمرر او سوف يمرر يوم الاثنين القادم، سوف يتم التصويت عليه، فهذا بحد ذاته اشكال، لانه الا رجعنا إشكالية التدريس بالمواد العلمية اللي هي الحجر الزاوي هي المشكل الأساس باللغات الأجنبية، فهذا غيخلق لنا مشكل بالنسبة للصيغة الهوياتية ديال المغرب. كيف يعقل أنهم هذا بالنسبة، هذا رأيي الشخصي أنا بها، لأنه كيف يعقل قريب شوية الموقف اللي عند الحزب الاستقلالي في الصفحة ديال